تصوير تقرير تلفزيوني عن المناطق العشوائية صادم إلى حد كبير، بس إحنا مش هنقدر نهرب من الواقع. ماذا تفعل الحكومة للتعامل مع هذا الملف الحساس؟ لا الحقيقة عايز أبدأ بشكر وإشادة بفريق العمل الحقيقة اللي عد هذا التقرير، يعني فعلا تقرير أنا شايفه ممتاز الحقيقة. شكرا دكتور أشرف. ال- 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 أنا بأكد على الكلام ده الحقيقة، بأكد على الكلام ده بمعنى إن إحنا الوضع الحقيقة لما كنت بقول لحضرتك إن إحنا عندنا 26% تحت خط الفقر في مصر، معناها ببساطة شديدة أستاذ داليا اتكلمت على إن 21 مليون واحد، 21 مليون واحد بيعيشوا في 1100 عشوائية اللي موجودة في مصر. أنا بقول 26% الرقم ده اللي احنا بنقوله بيعني ببساطة إن في ما لا يقل عن 5 مليون أسرة بيعيشوا في أوضاع مناظرة للأوضاع دي، سواء هنا في العشوائيات لو بتكلم عن المدن أو في القرى الأكثر فقرا اللي هي متركزة قوي. لو حضرتك في الصعيد هتلاقي حاجات أسوأ كمان من اللي احنا بنقول. الحقيقة الناس دي يعني مش عايز أقول شبعت كلام من الحكومات، يعني شبعت كلام، فأنا مش عايز أتكلم بمنطق الحكومة إن إحنا العدالة الاجتماعية هو الهدف وإن إحنا لازم الناس دي تاخد حقها. لكن أنا الناس هتقول لك الكلام ده سمعناه كتير، ورونا حاجة، ورونا حاجة. فورونا حاجة إحنا ال 42 منطقة اللي التقرير أشار إليهم بدأ إحنا عندنا حاجة اسمها صندوق تطوير العشوائيات. صندوق تطوير العشوائيات خصصنا له الفلوس اللازمة لكي يتم الانتهاء من تطوير 42 منطقة عشوائية موجودة ومتحددة بالاسم تحديدا في القاهرة والجيزة، تحديدا في القاهرة 42 منطقة في القاهرة والجيزة قبل ان شاء الله 30/6/2014 ان شاء الله هيكون منتهي من تطوير هذه المناطق ال 42 منطقة. طب اولا العشوائيات علشان تبقى حضرتك عارف وسادة المشاهدين استاذ معتز متركزة اساسا، يعني كل ال 1100 عشوائية اللي بنتكلم عليهم متركزة اساسا في القاهرة والجيزة ثم الاسكندرية. خلاص هي دي الاماكن العشوائيات. احنا لما بنفكر في تطوير العشوائيات بنقسم العشوائيات عاده لدرجات خطوره. في عشوائيات اللي هي ذات الخطوره العاليه اللي هي لازم فورا تبدا تشيل العشوائيه، تشيل الناس من الاماكن دي وتنقلهم في اماكن امنه وسكن امن. خلاص يعني مثلا حد زي موجود عند صخرة هتقع زي مثلا موضوع الدويقة لو حدا تفتكر. طبعا في ناس لو اوريك صور ناس السيدة بتنشر الغسيل وحبل الغسيل نفسه مارر من جواه خط كهرباء ضغط عالي، يعني حاجة خطيرة جدا بتبقى فبالتالي درجات الأولوية الأولوية اللي احنا محددين بشكل واضح الأولويات بتاعتنا في 42 منطقة على الأقل هيبدأ هينتهي فيهم العمل إن شاء الله قبل 30/6/2014 وهيبقى في نقلة كبيرة في حياة الـ السكان دول إن شاء الله قبل 42 منطقة دول هتطوروهم في القاهرة يعني الجيزة. هتطوروهم يعني تطوروا المرافق فيهم احنا ولا هتطوروهم تبنوا لهم مباني ولا تاخدوهم تودوهم في حته تانية؟ لا الحقيقه دي مفهوش ال 42 مش هناخدهم ونحطهم في حته تانية، لكن دي تطوير للمنطقه نفسها. يعني احنا مثلا كنا مع بنية محافظ بالظبط كنا في مثلا في حاجات مثلا في عندهم مشاكل في المياه الشرب والصرف الصحي، في عندهم مشاكل في الطرق، ومثلا ما بيحصل زي المطره كده اللي موجوده عندنا اليومين دول لو حضرتك تروح اي منطقه من دول هتلاقي حاجه بائسه جدا طبعا. خلاص فمجرد ان انت بترصف الطرق والممرات اللي موجوده هناك دي بتسهل على حياتهم بشكل كبير جدا. الصندوق الاجتماعي بيدخل معانا في هذه المناطق علشان يوفر تمويل لمشروعات صغيره ومتناهيه الصغر علشان الشباب يلاقوا فرص في هذه المناطق. الحكومة أيضا من خلال وزارة التنمية المحلية وصناديق التنمية المحلية اللي موجودة في المحافظات بيدخل أيضا علشان فكرة توليد فرص عمل. يعني تطوير حقيقة كبير جدا في موضوع الكهرباء، الإنارة مثلا بتاعة الطرق لو حضرتك هتروح هناك هتلاقي بالليل مثلا هتلاقي حاجة صعبة جدا أمنيا خطيرة جدا وبيحصل فيها حوادث كتيرة جدا وبالتالي مجرد الأعمدة الإنارة اللي موجودة هناك هتتعمل، فبالتالي ده هيدي إحساس تاني. الواجهات بتاعه المباني لما حضرتك تشوف كده اهوت الواجهات بتاعه المباني وانت ماشي على الدائري كده اللي هو المباني اللي معموله بالطوب الني فانت المناطق دي تحديدا. طبعا انا علشان اكون واقعي جدا لان انا يعني كوزير التخطيط احب دايما اتكلم بمنتهى الدقه، القضيه كبيره والمشكله حجم المشكله كبيره لانك انت نتاج تراكم سنين طويله جدا. اللي انا دايما بقوله المهم ان احنا نبدا صح.
طالما بنخطط صح وبنحط رجلينا على الطريق الصح هنقدر نوصل للهدف على مدى زمني هنقدر نحدده بسهولة.